السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. اذا الموضوع اليوم راح نتكلموا دائما على موديات اللاعبين المنتخب الوطني وبعض الاخبار فيما يخص بعض اللاعبين الجزائريين حول سوق الانتقالات الاوروبيه. اذا مقابله الوديه لمن نادي مانشستر سيتي اللي كان فيها رياض محرز اساسي، وكالعاده والعوائد كما نقولوا بالدرجه، رياض محرز وفي لعاداته خاصه في المخالفات اللي معروفه، حطها في الجول يا رياض. اذا مقابله لعب فيها اساسي رياض محرز ضد نادي بريستول، ضد نادي بريستول نورث. رياض محرز لعب كان اساسي في غياب بعض النجوم نادي مانشستر سيتي واللاعبين اللي كانوا دائما يلعبوا اساسيين بسبب كاين يعني مازال ما كملش العطله نتاعو، مازال ما التحقش بالتدريبات. اذا في بعض اللاعبين الاساسيين من بينهم كانسيلو، من بينهم ماندي، من بينهم فرناندينيو، ايضا دياز، ايضا بعض اللاعبين فقط اللي كانوا اساسيين، اما البقيه فهم يعني لاعبين النادي الرديف او لاعبين الشباب. اذا رياض محرز اللي كان اساسي في البدايه، منذ البدايه مخالفه صناعه رياض محرز، والله بامضاء رياض محرز حطها يعني في منطقه صعب 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 على الحارس انه يلتقطها او يخرجها، صعب جدا. اذا من بعدها في الشوط الاول حاول انه يساعد الفريق نتاعو، قدم اسيست ولا اروع لمندي اللي اعطاها ايضا للمهاجم، ولكن للاسف انه المهاجم الشاب ضيعها. اذا مقابله عرفت الشوط الاول مشاركه بعض اللاعبين الاساسيين ولا الكوادر وبعض اللاعبين الشباب ولا لاعبين الرديف لنادي مانشستر سيتي. اذا مقابله عرفت انه مشاركه رياض محرز في شوط واحد للتاقلم والعوده الى اجواء المنافسه والتدريبات، وان شاء الله نشوفوا رياض محرز يرجع. للشوط الثاني ما لعبش رياض محرز، لعبوا يعني فريق وخرجوا تقريبا الكوادر، فرناندينيو وماندي وكانسيلو ومحرز، خرجوهم ولعبوا يعني باللاعبين الشباب هذوما تاع مانشستر سيتي. مقابله اجريت باش ما ننساش في اكاديميه نادي مانشستر سيتي، في ملعب اكاديميه نادي مانشستر سيتي. اذا المقابلات القادمه ان شاء الله نشوفوا رياض محرز يزيد يطور، وان شاء الله يكون هذا العام عام استثنائي للدولي الجزائري رياض محرز. لاعب اخر، لاعب هذا اللي تكلم عليه جمال بالماضي وقال عليه انه ماهوش معارض فكره استدعائه، لكن بشرط انه لازم يلعب في الفريق الاول ولا الفريق الاكابر كما نقولوا، هو ياسر العروسي، ظهير ايسر ليفربول. اللاعب هذا اللي لعب يعني العام اللي فات لعب الا مقابلتين في الكاس الانجلترا. اللاعب هذا يعني كانت عنده عروض يعني من نادي ليدز يونايتد وما تمش الصفقه. اللاعب هذا يبغي يعني وقت طويل للعب، ولا يحب وقت اكبر للعب حسب المقربين تاعو الاقارب. هذا اللاعب يريد المنتخب الوطني بفارغ الصبر، يعني حاب يلعب على المنتخب الوطني. القضيه ماهيش في ايد بالماضي، القضيه في اللاعب يعني اللي ماهوش يلعب في فريق يعني الاول ولا فريق الاكابر. اللاعب مازالت عنده فرصه انه ينتقل لنادي ليعطيه وقت اكبر للعب، وبالتالي يقدر تكون السهوله في استدعاء هذا اللاعب، وبالتالي اللاعب يكون في المستوى العالي اللي يقدر يساعد المنتخب الوطني كبديل لرامي بن 70. اذا وفقا للصحافه الفرنسيه وار ام سي اللي نقلت الخبر انه ياسر العروسي في مفاوضات اخيره وتفاصيل وبقيت بعض التفاصيل للانتقال لنادي تروا الفرنسي. تروا الفرنسي هو نادي مملوك لمجموعه من النوادي لملكهم مجمع مانشستر سيتي عنده مجموعه من النوادي، من بينهم نادي تروا الفرنسي. حسب ارمسي ميركاتو تروا على وشك التعامل مع لاروسي الشاب الواعد من ليفربول. في فتره الانتقالات الصيفيه هذه وجهت تروا ضربه كبيره
محتملة، يعني يقصدوا على العروسي، ياسر العروسي. صعد إلى الدوري الفرنسي تروا، كان يلعب في الدرجة الثانية وانتقل إلى الدرجة الأولى. هذا وسوف يجند لاعبا من ليفربول، يعني سقط بلاعب من ليفربول وهو أمر غير شائع، يعني مش معتمد، يعني ما همش يعني كما نقول أمر غير شائع، يعني يقصدوا بها أنه مش موالفين بالدرجة، كما نقول هنا مش موالفين يجيبوا لاعبين يعني من ليفربول ولا من مانشستر يونايتد ولا من سيتي ولا، يعني نادرا، قادر تكون نوادي نادرا. وهو أمر غير شائع. المدافع الشاب الفرنسي الجزائري فرانكو ألجيريا كما يقولوا هما، ياسر العروسي 20 عام، اللاعب موجود حاليا في لتسوية التفاصيل النهائية قبل التوقيع، يعني بقات بعض التفاصيل والرتوشات الأخيرة اللي مازالت ما خلاتش الصفقة تتم لحد الساعة، ربما الساعة الأخيرة أو اليوم أو اليومين الأخيرين يتفاهموا على بعض التفاصيل واللاعب ينضم لنادي طروا قبل التوقيع، كما هو الحال مع مدافع ريال جريزينو نيامسي. هذا لاعب اني حبات استقطبه وجيبه طروا، هو لاعب نادرا. وفقا لموقع استكلير، هذا استكلير تابع لي مقرب من نادي طروا الفرنسي، تدرب في لوهافر، هذا اللاعب كان يلعب في نادي لوهافر في فئات شبانية فرنسي، ولوهافر هذا أكاديمية لوهافر ولا نادي لوهافر خرج لاعبين كبار رياض محرز بول بوغبا والبقية، حيث كان قائد لفريق الشباب ولفت أنظار العديد من الأندية الإنجليزية. عام 2017 اتخذ أخيرا خيار الانخراط لليفربول، 2017 دخل أكاديمية ليفربول، عنده كان عنده في عمره 16 سنة دخل أكاديمية ليفربول، فاز ببعض الوقت، يعني لعب أي لعب بعض المباريات قليلة، خاصة في عام 2020 مباراتان في الكأس، يعني مجموع 171 دقيقة. إذا النادي هذا قلت طروا يتبع نادي مانشستر سيتي، لكن هذا ليس بالضرورة أنه لما يمضي في طروا راح يرجع ولا يكون يلعب في مانشستر سيتي ولا تجيبه مانشستر سيتي، مازال العقد ما بانش، قد يكون إعارة يلعب العام هذا ويبان ويكسب وقت وعادة تسلفه، يعني تعاود ترجعه يرجع نادي ليفربول. ليفربول باش يلعب يعني اساسي، خاصه بالظهير الايسر ذاك الايرلندي يلعب في ليفربول، صعيب 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 صراحه. روبرتسون ولا وش اسمه روبرتسون، خاصه في حضور روبرتسون صعيب باش يلعب اساسي، الامر صراحه، لكن تبقى فرصه انه يلعب موسم كامل في نادي طروا، من بعدها قادر فربما نادي ليفربول ترجعوا ولا روبرتسون ممكن يتباع ولا ما نش عارف. اذا نتمنوا كل التوفيق لياسر العروسي، وان شاء الله يلقى نادي اللي يساعده ويعطيه وقت طويل للعب، وبالتالي ان شاء الله يكون كبديل ولا للمنتخب الوطني، والمنتخب الوطني ابوابه مفتوحه للجميع بشرط انك تكون تلعب في المستوى العالي وعندك وقت طويل من اللعب. هذا شيء اللي قالوا جمال بالماضي، والمناصب غاليه، قالها جمال بالماضي مناصب غاليه. ايضا نتمنى التوفيق لرياض محرز، وان شاء الله يكون هذا الموسم موسم استثنائي، موسم خاص برياض محرز. اذا في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.